انفجرت عبوة ناسفة وضعتها مجموعة إرهابية مسلحة تحت سيارة في ساحة بابتوما بدمشق. وقال مراسل الأخبار في بابتوما إن التفجير الإرهابي ناجم عن عبوة ناسفة كبيرة وأدى إلى استشهاد نحو 10 مواطنين إضافة إلى أضرار مادية في مكان التفجير. وفي حلب انفجرت اليوم سيارة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري أمام المشفى السوري الفرنسي في شارع الزهور ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع ضحايا. وذكر مصدر في المحافظة أن الانفجار أسفر عن عددا من الإصابات بين المارة وأضرار مادية في المشفى والأبنية السكنية المجاورة والسيارات في منطقة الانفجار.